السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وسلامة ان شاء الله. في الفيديو ده ان شاء الله هوريكم ازاي بنتكلم عن أداة اختراعية فعلا اخترعها الاكسل مايكروسوفت في الاكسل من اول 2013، اول 2013 ل 2016 2019 365. الاكسل اضاف أداة جميلة جدا اسمها التعبئة الآلية، اللي هي اسمها فلاش فيل، اللي هي هنا في الداتا اسمها فلاش فيل. وانا اقول لكم فلاش فيل دي تقدر تعمل ايه. بص يا معلم، دلوقتي هنيجي هنا. انا دلوقتي عندي فيرست نيم، انا عايز اضيف الاسم الاول والاسم الثاني واضيف عليهم at gmail.com. بص كده، الاسم الاولاني ده اسم مكون من ثلاث اسماء، من يعني ثلاثي الاسماء، شريف ناجي رياض، شريف واحد ناجي اتنين رياض تلاتة. بعد كده هنيجي نعمل هنا، هنيجي نعمل، عشان خد بالك الاكسل بيتعلم من النمط الاولاني بس، يعني اديله كمثال وهو يمشي عليه. بص هنيجي نكتب هنا شريف، تمام، ناجي، وبعد كده نكتب at gmail.com. تمام، انا جيت وقفت هنا اهو، انا كده كتبت شريف ناجي دوت كوم، ده كده شريف وناجي اهو وات جيميل دوت كوم. بعد كده نروح دايسين، واقفين هنا على الخلايا اللي تحتيها دي، ونروح دايسين فلاش فيل. بص فلاش فيل اللي جاب مريان ناجي اهي، علي محمد اهو، منار جمال اهي، احمد علي اهو. دي خاصية الفلاش فيل. الفلاش فيل دي لو انت عايز تاخد كلمة من وسط كلمات وتتكرر تحت، يعني مثلا انا مثلا عايز انقل اول كلمة، اول كلمة هنا اسمها شريف، هكتب هنا شريف شريف، تمام، واجي على الخليل تحت دي واروح عامل فلاش فيل. بص مريانة، علي، سارة اهي، وهكذا. هي دي الفكره في الموضوع كله، ان انت فلاش فيل دي تقدر ان انت بمجرد ما بتدوس بس كده كانها سحر. دي اسمها الاداه سحريه، اداه سحريه في الاكسل، ان هي تعمل لك كده، تروح منزل لك الكلمات كله، حتى لو انت عايز تعملها، لو انت عايز تاخد الاسم الاولاني بس، لو انت عايز تاخد الاسم الثاني بس، وهكذا. لو انت مثلا في شويه حروف او ارقام عايز تاخدها من وسط كلام معين هتعرف تعملها. بس كده، دي حاجه كده في السريع. فلاش فيل من الادوات الجميله جدا اللي اتضافت في الاكسل. فشكرا جدا ليكم، ما تنساش حضرتك تعمل لايك وتشترك معانا في القناة. انا اسمي محمد تحسين من قناة الشاذلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.